تكلفني السماء بالإيمان. حدقت في عيني بتأمل وراحت تحكي لي عن رجل يجوب الصحراء فوق جمل بهدف رؤية البحر حلمه، فراح يمضي في رحلته، ومنظر البحر الذي لم يراه من قبل سحر فضوله، وكفن ذواته الجنسية وحياته، وأهمل طعامه وسعادته تحت شمس حمراء تجفف حلقه، ثم يظل الطريق ومعه قارورتان من الماء، ثم يلقى الشاطئ. هل يفترض برؤيته لسراب ويعود أدراجه؟ أم يؤمن بما يرى؟ لا سيما بحرك الحياة، هدفك أنت وسرابك، فجميعنا نطل على ما نريد. فقلت لها: وإن لم نؤمن؟ فأجابت: يموت كل شيء، الفضول والسراب، بل حتى الحالم. فقلت لها: هناك أديان عدة، فكيف تنبأت بوجود من خلقنا؟ فقالت: إنهم نحن من تسبب في حقيقة الماضي، لكن عدم جاهزية البشر جعلت منها خرافة، وتواصلنا معكم كان متوترا، فصار شيطان بيننا، إنه تسليم بوجود دوننا، أو خوف وشك ثم كفر. وما سبب لونك الأزرق؟ قلت سائلا. فردت وعينيها على يديها: لقد كنا نعيش مثلكم، لكنه تطورنا واضطرارنا إلى العيش في المحيط في فترة من الزمن جعل من لون بشرتنا لونا أزرق ليتناسب مع وسطنا، وكأننا نعيش في السماء. وقالت: الآن عليك الإيمان أولا لكي نعرف كل الأجوبة التي نسميها في فترتنا الحالية مفتاح الرب. فقلت: إذن محياكم إيماننا، بل محيا الجميع. ردت بسرعة. سألتها بعجب: لما كل هذا الغموض والرسائل؟ لما لا تتحكمون بي من البداية وتقودوني إلى هنا؟ نحن لا نتحكم بكم بهذه الطريقة، فقد كانت رغبة في إيجاد شيء ما عنا، هي من تشير لنا لكي نقودكم. نضع تأثيرا مماهدا غير مباشر لتصلوا إلى ما نريد، قالت لي. فقلت مبتسما: أنا لست مريضا إذن. زاد البرد، فبدأت الشجرة بالتمايل في كل الاتجاهات وتسقط ثمارها فوقي، فنهضت من مكاني وقلت لها: آسف، علي أن أعود من حيث أتيت، فالجو غير ملائم للحديث الآن، كما أن الوقت متأخر، هل سأجدك هنا مرة أخرى لنكمل حديثنا؟ فأجابتني: الآن لن تحتاج القدوم إلى الإيكور، سنصل إليك حين تريد. ثم فاجأتها بسؤالي: كيف ستظهرين حين أريد؟ ثم أكملت: هل أفرك مصباحا أم أصلي صلاة؟ قالت: يكفي أن تؤمن بنا لتبني إيكورا جديدا وسط لاوعيك، وكما نسميه تشابك ديني، فيتصل الآن بالإنسان. نهضت من مكاني متعجبا من طريقتهم الإيمانية في التواصل مع ما صنعوا. حين ودعت نينا بابتسامة مصطنعة، اتجهت نحو سور الإيكور، ثم قفزت لأخرج من المبنى.